السلام عليكم. المرحلة الثانية واللي احنا كنا بنتكلم عنها عن شيء اسمه البارت. شو المقصود في البارت؟ وكيف بيكون البارت؟ وليش نستخدم البارت؟ أول شيء البارت هو لعملية الرسم. طبعاً أهم شيء البارت إنه يكون ليش؟ لعملية إيش؟ الرسم. طيب الحين لما احنا نيجي عند الأبوكس، أول شيء بتحقيق يعني نرسم. عندنا عدة مراحل زي ما احنا قلنا، إما عن طريق الخيارات الموجودة هون تختارون بارت وترسم، أو إنك تيجي على البارت ومن هون تستخدم كل شيء. أنا بفضل طبعاً هون استخدم بارت. أول شيء تيجي على الجزئيات تكتب اسم مثلاً ومش معترف فيها، فأنا بقول هوريزونتالي وورد. طيب الحين احنا كتبنا اسم الرسمة، الحين أنت بدك تختار شو اللي أنت بدك إياه، بدك إياه 3D، بدك إياه 2D. على أمازون بيقول لك يعني شيء كاكس ميتريك، فإما بتكون 2D أو 3D. طبعاً بتختار، فلتكن عندي مثلا 3D. طبعا هون شو بنحدده لي؟ هون تحدد شكل الجسم، هل هو بيعمل ديفارميبل ولا ما بيعملش. ان الدايركت ريجيد والاناليتيك ريجيد هذا بيكون صلب جدا. فانت اذا انت عامل بدك تعمل اناليسيس لجسم تعرض لتشوهات، طبعا اكيد راح تختار ديفارميبل. هذه مثلا زي السبورت، بدك تختار سبورت مثلا، حطيت بيم بدك تسوي عليها تجربه، وبدك تحط من هون ومن هون سبورتين. ممكن تستخدم طبعا الدايركت ريجيد وبناء عليه. ليش؟ لانه طبعا هن بالمقارنه مع هو اي جسم بتعرض لعمليه تشوه لابد، بس هذا بقول لك صلب يعني اقوى بكثير من الجسم المقابل له. فانت عمليه لما تعمل ضغط على البيم هذا ما بتاثر بالمقارنه مع البيم، لان عمليه الضغط قليله جدا بالمقارنه مع هذا الجسم الصلب. فاحنا لما بنيجي نختار جسم ريجيد معناه بده يكون ايش؟ غير ديفارميبل، يعني نان ديفارميبل نقدر نقول هيك. نيجي هون نختار انت شو بدك مثلا الشيب تبع كف اللي هو معامل الشيب هذا شو بدنا اياه. مثلا انت شو بدك اياه؟ بدك اياه سوليد ولا شيل ولا وار ولا بول؟ شو يعني السوليد؟ السوليد انه يكون ثلاثي ابعاد كبير بشكل عام، سمكه كبير. الشيل رقيق، يعني ثلاثي ابعاد رقيق. طيب الواير هذا بيستخدم ليش؟ مثلا يعني زي مثلا البار حديد تسليح ممكن تستخدمه. البوينت نقطه لها ثلاث ابعاد، هذا هو فقط انتم لازم تكونوا عارفينه. اكستروجن ريفولوشن سويب، الاكستروجن التمدد، يعني مثلا عندي بيم ارتفاع مثلا 25 سم، العرض 25 سم، الطول مثلا متر، الطول بيكون اكستروجن. هذا لازم تفهمه. ريفولوشن هذا معناها مثلا انا بدي ارسم شيء مكعر او شيء دائري، مقطع من دائره، نستخدم الريفولوشن. يعني بدك تحط مثلا مربع تستخدم الريفولوشن راح يرسم لك اياه على شكل ايش؟ مقطع من ايش؟ من مثلا ممكن تكون قوع او شيء زي هيك بحيث يكون دائري الشكل. سويب هذا بعطيك الجسم البلان، يعني ترسم مثلا انت مربع ويجيك زي ثلاثي الابعاد، وبعديها بقول لك كيف بدك ترسم اشياء جواه، فهو بعرض لك اياه على شكل بلان وخطط امامك على شكل ثلاثي الابعاد تحت، انت من خلاله ممكن ترسم. احنا اخترنا مثلا الموزن ريول. الحين السايز جدا مهم. انا عندي 200، طب انا مثلا بدي استخدم المليمتر، لا ما بدي استخدم المليمتر. طبعا عندي مثلا خلينا نقول موزن ريول متر في متر، فبدي يكون 1000 ملي في 1000 ملي، فالافضل يكون 1500 هو السايز، عشان احنا ايش؟ يكون داخل الجسم عمليه الرسم. فخلينا نقول احنا زي ما نقول جسم واحد على اعتبار ان هذا موزن ريول، فاحنا نقول له مثلا 1000 ملي، طبعا مش عارف 1000 ملي، وبعديها بنيجي هون كل 1000 ملم. وطبعا الحين شو ضل عندي؟ ضل عندي اللي احنا زي ما يكون التمدد تبعه، فالتمدد تبع عندي بده يكون مثلا خلينا نقول 300 ملم، فبنيجي هون كل 300 ملم مثلا، فهو بعطينا هنا هاي موازن ريول متر في متر في 300. فالحين شو فهمنا ان ارتفاع من خلال الرسم الجسم. الحين نوريكم كيف، يعني لما ارسم هيك ولا هذا اجاني في الاول بيجيني هيد لما برسم لما باخذ الرسم. الحين هذا اللي هو لازم تكون اكستروجن، فاهمين كيف؟ اللي هو بيجيك اخر شيء اللي هو 300، هذا عندي زي ما حطينا 1000 اللي هو 1 متر، وهذا عندنا 1 متر. هذا اهم شيء ايش لازم تعرفه طبعا. هذا اهم شيء لازم نعرفه. طيب الحين بدنا نحكي عن بشكل عام. هنا نحدد داخل الجسم على شكل اكس واي اكس زد زد واي اكس واي الى اخره، طبعا من اعلى هاب. هنا اذا في عندك جسمين بدك تقارن بينهم، فانت من خلال اختياراتك هذول تقدر تختار بينهم. طبعا هذا بعد الريزولت. انت هون مثلا مقطعين عندك بدك تخفي، مثلا عندك تخفيات بس بتكبس عليه تخفي جزئيه منها، احنا اخفينا تطلعوا اخفينا جزئيه منها، فهمتوا كيف؟ طيب الحين انا مثلا بدي اخفي الجسم كله،
طيب الحين بدي ارجع الجسم، فهمتوا كيف؟ طيب هنا عملية الاسترجاع، هان هذه جدا مهمة وانا كثير بستخدمها، هذه بتحدد لك وين البارت. مثلا انت عندك بارت، هاي احنا عندنا رسمة، هان بس احنا ايش ما اعطناش اوكي، فاهم كيف؟ عشان هي احنا الساعة مش واضحة، بس هون طبعا بكون عندك ال ال الجسم السورفيس المورتر اي شيء بدك تضيفه، هذا كله بكون موجود هون، ومن هون تكون مثلا بتضيف بتحذف اللي بدك اياه. طبعا احنا كنا هون هذا ببين لك الشكل من الداخل مثلا، او هون مثلا غير اللون بحيث انك تشوف قريب يعني، هذا اللون كامل. شيء مهم مثلا شو هنا مثلا، انا مثلا بدك توضح مثلا جسم من داخله بحيث يكون هيك، بس من جوا تشوف مثلا مورتر او مثلا سلوك الحديد او ايش، كله من خلال مثلا هون. طبعا انواع بكون شكل، هذا ممكن يعطيك الشكل الاساسي للجسم، مقطع الجسم كله، هذا طبعا وكلش مهم، بس انتوا المفروض برضه تكونوا ملمين شو المقصود. فها طبعا هذا تقطع الجسم نصفين، هذه مهمه. شو في اخر شيء؟ هون مثلا انا مثلا مش هون، اسف، هون مثلا تظهر لك الكلمات. يعني انا الحين لو بدي اجي مثلا، لو بدي اجي الحين مثلا اخذ اي جسم، طيب فاحنا جينا هون مثلا اخذنا، احنا ايش بنحكي؟ مثلا الريزوليشن، ما يعني الريزوليشن على الريزلت، نيجي هون نعطي مثلا الريزلت مثلا. فاحنا مثلا ان هذول وين؟ من هون تتحكم فيه ابلاي، فهمتوا كيف؟ طيب هذه ابلاي، كل شيء من هون، هذه بتخفيها من هون، هذه بتخفيها من هون، كله من هون. فهذا انتم يعني عشان تكون عندكم معلومه. طبعا تتحكم في كل شيء، في السايز، في فالحين مثلا يكون عندك هون هذا هاي السايز تبع من هون تتحكم، تضيف بدكش تضيف، كل هذه الامور تتحكم فيها من هنا من هون. الحين نيجي على المنطقه هذه واللي هي اهم شيء، ونرجع هنا على الجسم الاساسي تبعنا. طبعا احنا اصلنا جينا هذا، الحين نجي على خلينا نجي على نقول على البيم. طيب الحين هون شو؟ هون بدك تحذف من هون، بدك تعدل من هون، هاي الطول تبعها 1040 ملم، بدك تعدله تكبس 1000 بتعدل، بدك تعدل العرض والارتفاع والاشياء الداخليه بتكبس هون وين بدك بتعدل، فهمت كيف؟ فهذا هو بس بشكل عام. الحين نرجع، طيب الحين رجعنا هون، طيب هون هذه بتحذف، هذه ترجع وبتقدم. يعني انت حطيت مثلا حطيت مثلا ارتفاع هذه هالكذا، بدك تعود تسترجع بتسترجعها من هون، بدك تعود ترجع لقبل ترجع من هون، تمام يا جماعه؟ طيب هذه شو يعمر؟ هذه ترانسليت، كما يعني زي ايش؟ زي في الاوتوكاد طبعا كلها. طيب هنا فريم، يعني شو بنعمل؟ تريم تقطع. هان بنعمل اذا بدنا نسوي اي شيء مثلا دائري، مقطع صغير دائري بنعمله من هون، نعمله من عند هذه. طيب طبعا هاك واضح شو يعني، هذا كله رسم الى اخره، هذا كله واضح. طيب الحين احنا بنلغي، احنا ما بدنا نعدل عليه لان هذا الجسم احنا بدنا اياه. طبعا مش هتقطع على طول، بتكبس اذا بدك تغير بتحط ابلاي. يس. طيب شو في اخرى شيء مهم؟ هان اذا بدك تحدد مثلا بدك تعطي كرييت للجسم، طبعا هذا يعني كالعادة بستخدم هون مثلا، بتحدد هون بتعطي انتر، الحين الفليب خارجي بس بتعكسه وتحط اوكي، وبتحط مثلا بدك اياه مثلا 100 سنتي 100 ملم، فمثلا بيجي هون حوالي 10 سنتي ببعد. هذا ليش؟ هذا بعديها طبعا انت بعد ما تسويه خلينا نجي نسويه، يلا خلينا نقول مثلا 200 كويس. بعد ما نسويه نيجي ناخذ ايش؟ كريت تبع كريت أترش. ليش هذا بستخدمه؟ مثلا انا عندي بيم، والبيم هذه بدي اسوي عليها مثلا تسلط عليها نقطتين قوتين. طيب الحين الكوتين بدهن يكون هون وهون، وبدي يكون هون سبورت ومن هون سبورت عشان اسوي عمليه التجربه. طيب شو عشان اقدر يكون سهل علي احدد؟ بحدد من خلال هذا، لا يعني انك انت قطعت الجسم، الجسم مكون بس هذا شكل فقط عشان احدد لك نقاط، يعني عشان تقدر تاخذ نقاط منه. يعني الحين اذا انت بدك ترسم اي شيء ممكن ترسم من خلال هذا، ليش؟ لانه هون في نقاط، لما يكون جسم كامل ما تشيلك تعرض النقطه، في حلين قدامك، ممكن تسوي رينفورسنج بوينت وهذا الجسم يكون اقرب، لانه هذا بيسوي يعني هو الجسم مع بعضه ولكن بشكل على انه كل قطعه بجال، يعني من هون لهون بيشتغل لحال، من هون لهون بيشتغل لحال، ومن هون لهون بيشتغل لحال، ولكن الجسم بيعمل على جسم واحد، في الوضع الطبيعي لانه جسم واحد ولكن هو برتب هذا الموضوع. طبعا من هون بتحط قص بتعمل على انه يكون السبورت هون،
وبتعمل هون طعن كله من تحت يعني تحط نقطة هون وبتسوي بكون سهل الأمور عليك. تقدر تسوي ثلاث أربع قد ما بدك حسب رغبتك. طبعا حذف برضو كالعادة بنحذف من وين؟ أول شيء هذا أنا بدي أكيمة فبس بخلي لا سوري احنا نكيم هذا نخرب شغلة فياس طبعا زي ما انتم شايفين رجع الجسم زي ما هو. طيب وشو في أخرى أشياء مهمة زي ما احنا كنا أن مثلا بدك تسوي مثلا دائرة في الجسم هذا مو منطقة معينة مثلا تحط هيك مثلا بدي اياها 10 تحط انتر أكيد في دائرة على الشكل الثاني حد ما حددنا شايفين كيف صارت دائرة شفتوا كيف من هون نفس الإشياء كل هنا كلياتهم بيشتغلوا على نفس الموضوع يعني ها هذا بدك تسوي عليه هون بدك تعدل تحط دائرة بحيث تكون مثلا زي ما انتم شايفين مثلا دائرة مربع أي آسف لتكون يعني خلينا نجي مثلا ناخذ مثلا عشان الجسم صغير دان بيجي الحين بقول لك بس اعكس ليفلت واعطي اوكي شوف يعني هذه الامور البسيطه البديهيه اللي انت ممكن تسويها في داخل الجسم فهمتوا كيف؟ زي ما انتم شايفين وهذه نفس الشيء بتسوي دائره في الجسم وهذه بتقطع الجسم وهذا كله تحت امور عشان اذا حدد مثلا الفوست بوينت مثلا بدي احدد انا بدي احط نقطه بدي اياها تكون مثلا اول شيء انتر اول شيء نختار احنا بدنا اياها مثلا خلينا نقول هذه بدي احدد مثلا رينفورسمنت بحط هون بقول لك وين بدك اياه على اي نقطه على اي مستوى مثلا بدي اياه على المستوى مثلا فتكون مثلا مينوس 50 فاصلة مينوس 50 فاصلة مينوس 50 فهي اجت على بعد 50 ملي 50 ملي 50 ملي فالطول في الارتفاع هذا هو اهم شيء في انك تعرفه في قضيه ايش طبعا البارت وين اخرى مثلا هون بدك مثلا الديستانس المسافات هذه برضه جدا مهمه بعرض لك الانجل الزاويه اذا في زاويه بعرض لك بوينت اذا في بوينت كل هذه الامور طبعا بيسوي لك اياها فاهم كيف؟ وين مواقع النقاط على المستوى كلها بتقدر تعملها من خلال اللي هو انفورميشن زي ما قال شو هي اخرى اشياء مهمه؟ هون طبعا بتسيف هنا ترجع لمرجع الجسم اللي عندك برضه هون السيف بتقدر تقول هيك هون الفيو تظهر لك مثلا اذا في اشياء ناقصه عندك فاهم كيف؟ يعني هون مثلا راحت اي شيء تلاقيه هون عند الفيو توبلر هذا برضه نقطه للي مثلا جديد على البرنامج لازم يعرفها يعطيكم العافيه وبتمنى انكم استفدتوا.